والله العظيم انا ما بشحن، ده اول مره اتحط في الموقف ده. انا بس نسيت الفلوس او الاب او امبر. طب يا جماعه معلش هعيد تاني بس عشان انا لسه تريننج خلاص فتلخبطت، بس هعيد يعني هخرج واجي وانتوا نفس الخطه. اوكي مساء الخير يا فندم، ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقه واحده؟ طب ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقه غيرها؟ اتفضل. شكرا. 58 59 دقيقة. ألف شكر يا فندم، تعبت حضرتك جدا معايا. السلام عليكم. والله العظيم أنا ما بشحت، أنا أقول ما تبصليش، على فكرة بتضحكني جدا. هعيد تاني، خلاص بص بعيد بقى، أوكي؟ هروح واجي. والله العظيم يا جماعة هم اللي جبروني على كده، أنا أقسم بالله ما ليا دعوة بالموضوع ده، والله يا جماعة أنا غلبان والله. الله أكبر. معايا كلوت طويل التيلة من أيام زمان ب 10 جنيه مش أكتر، تشد ويرجع، تشد ويرجع، حد يشتري؟ والله العظيم على فكرة شكلك بيضحك جدا وبجد الكارير صعب، مش عارف أخش في الكاركتر يعني. مفيش مصيبة. تشرب إيه بيه؟ أنا مش عايز أشرب، أنا عايز أشتغل، مش على مكتب، على نفسي. لحد ما يبقى معايا فلوس اقعد واطلب مانجا، شيشه فواكه، او ام علي مثلا وعليها شغل. في شغل عندكم شغل؟ لا والله. طب هات شاي. معايا حته هتخليك عامل كده. ما تشربش ولا انا والله ما بشربش. اخ اخانك تعالى يا اسطى هات قهوه مظبوط يا اسطى عشان كفايه كده، وخد بوسه، خد بوسه اكنك. دي اللي عملت فيك كده؟ دي فستك يا عم خالص. يا سعيد، سعيد هات يا سعيد حجر بيبسي سكر بوسطة. نفست خالص، خلي بالك. انت قلت لها تشرب ايه؟ يا سعيد هات خد كلب. قول له انت يا اسطى عشان انا مش بتكلم مع سعيد، وخد بقى البتاعة دي عشان انا ما بشربش. ولا انا والله بشرب برضه. شكرا مش عايز. لا راضيني، ما انت راضيني. الله يبارك فيك. شكرا يا بيه. سيبه سيبه سيبه. لو كنت فاكر انك هتشتريني بفلوسك يبقى لا يا بيه، انت فاهم غلط يا بيه. احنا بنشتغل بشرف، بنشتغل بذمة يا بيه. مش عايز فلوسك، ولا عايز اللب، ولا عايز اي حاجة. تسيف تسيف تسيف. مساء الخير يا حالات، انا دكتور نفسي، فلو اي حد عنده مشكله يا ريت يحلها هو، لان انا دكتور نفسي. انا قلت كده في الاول. بس انا يا دكتور مشكلتي اني بنسى بسرعه ومش عارفه اتعامل. وريني كده. ينسون علشان كده. يا كنكة تعالى يا كنكة شيل الينسون ده وهات له يتذكرون علشان يخف. بص يا باشا، انا هعمل معاك صفقه حلوه جدا، هاخد منك 100 جنيه واديك 400 جنيه، اقسم بالله ما بكتب زي ما بقول لك كده. جرب. موافق. بس بشرط، احلف ان بعد ما الصفقه تتم ما ترجعهاش. والله ما هرجعها. هات ال 100 جنيه. ايه دول؟ دول 25 جنيه، ربع ال 100 جنيه، حضرتك حلفت. انا حلفت. انا حلفت. تعالى تعالى والله حلفت. مترو جيزه والنفس عزيزه. انا اشرب كوبايه الشاي دي واطلع احمل في الموقف. انا هحمل نسوان بس، لا المحه في الميكروباص انا همرجعه. معايا عرض برفانات ال 3 ب 100. شكرا. شرابات ال 3 ب 100. شكرا. رحلات ال 3 ب 100. شكرا. صالونات ال 3 ب 100. شكرا. فتيات ال 3 ب 100. تصدعتني يا عم. معايا حبوب منع الحمل ال 3 ب 100. شكرا. تعالى يا بيس، اتفضل استريح هنا. اتفضل استريح. حبيبي اتفضل. برضه داخل بالجزمه. برضه داخل بالجزمه. والله العظيم يا بيه ماسح. انا ماسح. راضيني يا بيه بقى، راضيني. لا 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 مش فلوس. انا عايز برضه نمرتها او نمره صاحبتها. اي حاجه من ريحتها يا بيه. عرفتها. مساء الخير يا جماعه، انا عندي اربع صحاب للبيع، مهند وده ان شاء الله هيظبط ويكلمك في وقت من الاوقات لو عايز تنزل معاه. اتش وده بيلتحق بالساعه والاثنين عشان خاطر بس بيلبس الكوتشي، مع انكم نازلين تقعدوا على القهوه عادي جدا وهو نازل بالشبشب. احمد وده لو انت منتج او نفسك تنتج لحد في يوم من الايام فده هينفعك جدا، لان كل ما بتيجي تحاسبه بتصادف ان هو لا معهوش فكه يا اما نسي المحفظه في البيت. عربي وده فاهم في كل حاجه، اشتغل كل الشغلانات، مش مع كل البنات، وهو اكبر بكتير من انه يقعد مع اي حد او يرد على اي حد فينا. للبيع بسعر نقطه والله العظيم. يا باشا شفت مسلسل ب 100 وش بتاع الاستاذ اسر ياسين؟ بعون اللي انا اللي مشطبهم له كلهم. اديني بس يا باشا على ما تشرب قهوتك اكون شطبت لك الشقه واسلم لك على المفتاح. استاذنك بقى المفتاح والرخصه، ما انا مش هروح مقصب برضه.
ماشي صد رد ومش هنختلف والله. عينك على المكان عشان ما تسرقش. صلوا عليكم.